سلام لي زامي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم فاطمة زهراء مولاة البنكة ديالي خاصة بأي حاجة عندها علاقة بالأبناك، لي زابليكاسيون ديالهم، العروض، المميزات والاقتطاعات اللي فيهم. أي واحد عنده سؤال أو استفسار على شي حاجة عندها علاقة بالأبناك، سواء العروض، البطاقات أو الاقتطاعات، يقدر يخلي لي كومنتار لتحت وغنجاوبو إما في كومنتار ولا في فيديو خاص. نساوش تابونا باش يوصلكم الجديد. اليوم نهضر لكم على بايبال، كيفاش نقدروا نفتحوا حساب فيه، وكذلك البطاقات اللي نقدروا نشرو بهم من الانترنت وربطهم معاه. بقاو معايا. اول حاجه شنو هو بايبال؟ بايبال هو موقع ويب تجاري كيسمح للمستخدمين ديالو باش يحولوا المال عبر الانترنت والبريد الالكتروني لعناوين مختلفه، كما يسمح للمستخدمين ارسال المال الى مجموعه من الاشخاص او تحويله الى حسابه المصرفي. بالاضافه الى هذا، بايبال هو نقدروا نعتبره وسيط بيننا حنا كمستخدمين والمواقع اللي كنقدروا بها من الانترنت. بايبال هو موقع امن، يعني في حاله لو وقع مشكل في عمليه الشراء فكيردوا لنا الفلوس ديالنا. الناس اللي كيبيعوا المنتوجات ديالهم في مواقع مثل امازون، انستغرام او فيسبوك كيتوصلوا بالمال ديالهم من بايبال بكل سهولة وأمان. بعد ما عرفنا المميزات والخاصيات ديال بايبال، دابا غنشوفو كيفاش نقدروا نفتحوا حساب فيه. كفي اننا ندخلوا لأي محرك بحث ونكتبوا بايبال، غادي تطلع لنا اول صفحة اللي هي paypal.com. نضغطوا على اوفغيغ ان كونت او لا فتح حساب. هنا كيعطونا اختيار بين جوج ديال الحسابات، حساب شخصي او حساب مهني. هنا غادي نختاروا فقط الحساب الشخصي. اول حاجه كيطلبوا منا لفتح الحساب بايبال هو رقم الهاتف. كنختاروا لانديكاتور ديال الدوله اللي ساكنين فيها، هنا باغ ديفو طلعوا لي المغرب. كندخل رقم الهاتف ديالي، ضغطوا على سويفون. كيتوصلوا بواحد الرقم سري اللي كيتكون من 6 ديال الارقام. كندخلوا الرقم السري اللي توصلنا به. في الصفحه المواليه كيطلبوا منا ندخلوا المعلومات الخاصه بنا، اولها هي لادريس الكترونيك او البريد الالكتروني، الاسم والنسب ديالنا، ونختاروا كذلك الرقم السري او الرمز السري اللي بغينا باش نبقاو ندخلوا في الموقع. هذا الرقم السري او الرمز السري او المود باس نحاولوا ما يكونش فيه الارقام المتتاليه باش يدوز لينا. حاجه اخرى، تاكدوا ان الايميل ديالنا ما درناش به شي حساب اخر. كنضغطوا على سويفون او التالي، وهنا كيطلبوا منا ندخلوا معلومات اللي عندها علاقه بالادريس ديالنا. انا درت لادريس المغرب، وكنكملوا البيانات، تاريخ الازدياد، هنايا رقم البطاقه الوطنيه او الباسبور او لا البيرمي. غنختار رقم البطاقه الوطنيه. في نيميرو ديدونتيفيكاسيون كندير الرقم ديالها. لين دادريس نكتب مثلا الشارع ورقم المنزل. كود بوستال رقم البريدي ديال المدينه اللي ساكنه فيها، الا ما عرفتوش تقدروا تجبدوه من جوجل. كنكتبوا اسم المدينه وكنكوشيو هادو بجوج، وكنكليكيو على جاكسبت اي جوف لو كونط. هكا يكون الحساب ديالنا تفتح. غنكليكيو على جاشيت افيك بايبال ديماري. اول حاجه كيطلبوا منا هي اننا ندخلوا البطاقه البنكيه اللي غنبقاو نستعملوا من عند بايبال. حاجه مهمه ان هاد البطاقه ما نقدروش نربطوها بجوج ديال لي بايبال في نفس الوقت، يعني غنربطوها بايبال واحد. ومعلومة أخرى، نقدروا نربطوا مجموعة من البطاقات البنكية من نفس حساب بايبال. أول حاجة ندخلوا أرقام البطاقة البنكية اللي كيتكونوا 16 رقم. نختاروا نوع البطاقة، يا إما فيزا، ماستر كارد ولا أمريكان إكسبرس، إحنا عندنا ماستر كارد. تاريخ انتهاء البطاقة البنكية. كندخلوا الاس في في اللي فيه 3 ديال الأرقام اللي كيكونوا يا إما في الظهر ديال البطاقه البنكيه اولا الامام ديالها. نضغطوا على تسجيل. هنا عطاونا ان رقم البطاقه غير صحيح، غنعاود نتاكد من رقم البطاقه. في حاله ما طلع لكم هذا الميساج votre carte est rejetée par la banque émettrice، هي ان البطاقه ديالكم رفضتها البنكه. في هذه الحاله كاينين جوج ديال الاحتمالات، اما انكم ما فعلتوش الدوتاسيون اوكوم باش تقدروا تليوها مع بايبال. هاد الحالة يمكن لكم اما تفعلوها عن طريق التطبيق او لا تعيطوا لسونتر دابيل او لا توجهوا الوكالة البنكية ديالكم باش يفعلوها لكم. حالة الا كنتو مفعلينها كان شي مشكل، فضروري ما توجهوا الوكالة البنكية باش يحلوا لكم المشكل. بالنسبة لي انا كان خصني غير نفعل الدوتاسيون. هاي تسجلت لي البطاقة البنكية ديالي، كليكي على تيرميني. لتأكيد الحساب ديالي غيجيني واحد الرابط في الايميل ديالي. نكليكي على كونفيرمي مون ادريس ايميل.
وصلني رسالة نصية فيها أنني دوزت واحد الترانزاكسيون ديال واحد دولار ولا كارت بنكير ديالي فيا بيبال. نقدروا دابا على أحسن البطاقات اللي نقدروا نشرو بهم مواقع الانترنت وربطوا بهم بيبال، سواء باش نشرو بهم أو لا نسحبوا منهم الفلوس. أول بطاقة نهضروا عليها هي كارت أو شوبين ديال سياش بانك. هاد البطاقة دايرة 66 درهم العام، هي كارت بري بي، يعني خصنا ضروري نشارجيوها باش نقدروا نشريو بها. نقدروا نربطوها مع بيبال ونخرجوا بها الفلوس اللي كاينين فيه، ما كتقطع لكم حتى كوميسيون على كل اوبيراسيون داشا درتوها من الانترنت. ثاني بطاقه نهضروا عليها هي بطاقه لا اي كارد اللي عند البنك الشعبي. الثمن ديال البطاقه هو 86 درهم فاصله 90. نقدروا نشريو بها من مواقع الاجنبيه وكذلك ربطوها مع بيبال، ولكن نقدروا غير نربطوها باش نشريو ماشي باش ندخلوا بها الفلوس. بالنسبه للكوميسيون داشا كيقطعوا لكم 2% من المبلغ اللي شريتو من الانترنت. بطاقه او باي ديال مصرف المغرب هي بطاقه خاصه بالشراء عبر الانترنت، الثمن ديالها هو 92 درهم في العام. بالنسبه للكوميسيون كيقطعوا لكم كذلك 2% من المبلغ اللي شريتو مع حد اقصى اللي هو 15 درهم، يعني واخا تشريو شي حاجه ب 10 درهم غيقطعوا لكم عليها 15 درهم. ماي اي كارت ديال سوسيتي جينيرال او الشركه العامه الدوليه الخاصه بشراء عبر الانترنت في المواقع الاجنبيه دايره 99 درهم العام. بطاقه اوباي عند البنك اوف افريكا، هذه البطاقه خاصه بشراء عبر الانترنت تقدروا تشريو بها في المواقع المغربيه وكذلك الاجنبيه، الثمن ديالها هو 121 درهم في العام، وعلى كل اشاك يقطعوا لكم 11 درهم. نقدروا نربطوها مع بيبال ندخلوا ونخرجوا بها فلوس ديالنا. اخر بطاقه غنهضروا عليها اليوم هي ويب باي ديال تجاري وفا بنك، اللي حتى هي نقدروا نشرو بها من المواقع الاجنبيه، نربطوها مع بيبال نستلمو ونسحبو النقود ديالنا. هاد البطاقات كامله تقدروا تشريو بالمواقع المغربيه وكذلك الاجنبيه، يا اما نيشان يا اما فيا بيبال. الناس اللي عندهم منتوجات وباغيين يبيعوهم في مواقع الالكترونيه في العالم كامل يقدروا يستعملوا بيبال بكل امان وحريه. هكا الفيديو ديالنا يكون سالونت، منا تكونوا استفدتوا. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو ديروا جيم تبارطاجيو مع اصحابكم. السلام عليكم.